قرارات نيابة حبس 25 متهما في قضية تنظيم اللهم ثورة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. ونسبت نيابة للمتهمين في القضية اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها والإعداد وتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحباط مخطط لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي وتحديد وضبط 54 من العناصر الإخوانية والإثارية وبحوزتهم مبالغ مالية وأدوات تخريبية. وأشار البيان إلى أن قيادات التنظيم الإرهابي شكلوا كيانا عبر شبكة الإنترنت تحت مسمى اللهم ثورة، وتولى قيادته عدد من الكوادر الإخوانية الهاربة في تركيا.